ولذلك يا جماعة الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. دي مشكلتنا مع الصوفية، نحن ما سودانيين وان سودانيين، يعني مشكلتنا معهم ما في بلد ولا في أكل ولا في شراب ولا في أرض ولا زول ساي ماشي في الشارع من يتكلم فيه، لكن مشكلتنا معهم شالوا حق الله سبحانه وتعالى. وأي زول يشيل حق الله يتعاديه. اقتذف الأنبياء، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني ذي الناس ذاته كانوا يعني الناس في بلد يعني، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ودي مشكلتنا معاهم، ما يقول لك ريالات، ما في ريالات، والله الذي لا إله غيره أنا ميم، الله خلقني لي أسي، ما حصل ملكت 10 ريال، ريال بتاع شنو؟ ولك ريالات، أنت يا صوفي ما بتشتغل، تمشي تشتغل في السعودية بدوك شنو؟ بدوك جنيه هناك؟ تمشي تلقطها وتجي تنبذنا هنا، وهناك تقعد محترم، تقدر تدوك دوم نوبة هناك، تسوي إزعاج؟ ناس غريبين جدا يا أخي، ناس نسأل الله العافية، ما في مشكلة في ريال، ما يقول لك ديل بيديهم قروش من برا، بيديهم قروش من برا، وأنت بتجيك من جوا؟ ما في قروش، قروش بيجيبها منو ذاته؟ هوس، والله الذي لا إله غيره. لكن الإنسان عقيدته تبقى في الله صحيحة. خلينا احنا انت ابقى زول دغري وزول مستقيم، دار تلاقي الله بالنجيضة اوعك تلاقي بشيوخ جاي ماشي يوم القيامة وعقيدتك في مكاشفي في كباشي في صايم ديمة في برعي، والله تتنجم بعدين. ونصحناك، كلامنا ده مر حار جدا، لكن نصحناك. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه، دار تلاقي الله بالنجيضة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، نادون فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. في مهلك بعدين قالوا بيرجاك تعبان ساي، تلقط له في العتان وفي الخرفان، والمرة شايلة لا مديدة موديها للفكيه، شايلة لا حلبة موديها، ده ماله بدوه حلبة ماله ذاته، وشايل اللي وإيه وزبادي. واحد قال لي زمان، الحاجة قال لي لبن بتاع غنم نحلب جردل، قال وجمادة فوق وحاجة طعمة، يشيلوه يودوه للفكيه، ده بيشرب جردل، ده باقي لك ذاته، خدتين له جردل، ده ما تزيح منه بعيد، تقيف معاه وانت ده. وبعد ده هو يجيبوا له في الجرادل وخايفين منه، يرجفوا بيعملوا بسوي والى اخره. شيخ يا اخ تلقاه راقد، يجوا يخطوا له القروش عند تحت المخده، خطوها تحت المخده، انت مالك انت؟ خطوا لك تحت المخده ليه؟ انت جبت لك جرى؟ خطوا لك تحت المخده ليه؟ باركوا لك انت؟ ولا ما يقوموا يشتغلوا يا اخي؟ انبياء ديل يا اخي، الرسول اشتغل راعي صلى الله عليه وسلم، رعى الغنم، يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، داود عليه السلام اشتغلوا، اشتغل حدادة، زكريا داود عليه السلام، نوح عليه السلام سوى سفينة نجارة، سوى سفينة من خشب، شغال شنو انت؟ قاعد جار له سبحة ور 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 ور، ودخان قايم ودخان قاعد، والله يتلموا فيه زاوين. تجي ابويا الشيخ عتوتي راح، وده يجيبوا لك كيف، وابويا الشيخ ذهبي راح، وخدتوا له قروش عشان يجيب الرايحه. الدعاء ده بقروش؟ انت بتدعو الله بقروش؟ الباقيين اللي بيسالوا الله ديل بيدوا قروش؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف النازل عليك الله مجار، ما كيف ارفع يدي لي الله ويدوا قروش،
نحن بنرفعهم مجاني ساي. ولذلك ناس مجار وألفوا قصائد، كتبوا كتب كلام فارغ. كذا الكتاب ده بتاع البرعي ده، ده فيه بس أنا بديك 4 صفحات بس، جيب بتاع البرعي ده شوف البلاوي اللي فيه دي. وده كتابه، أو عصوف يجي يكورك من برا. نحن الأيام دي عكرانين والبلد دي جايطة، والله نعكرها معاك طوالي. صفحة 40 ل 44، وده بيرغم إيداعه هذا. أوعك بعدين تكورك ساي، ودي صورة البرعي عمك يا وزاته. ولك تتكلموا في الناس ساي، ما كتبوا كتاب. في زول مشى ساي في الشارع تكلمنا فيه، نحن لو سكران جاب الشارع ما بنتكلم فيه، لأنه سكر وده لنفسه. لكن السكران ده لو دقص كتب له كتاب قال امشوا اذكره، قال هذا موضوعنا معاه. بعد هسي ده لو براه وقعد تحت السرير اتغطى بالملاية ونادى الشيخ تحت السرير يا المكاشف براه، بنخش له جوا نعلمه جوا هناك. لكن مرق برا والف الكتاب ده، انت بدل تشرط الكتاب وتزعل لله سبحانه وتعالى، اكتبوا الكتاب واطبعوه وانشروه، وانشروا الشرك والبلاوي وانت تسكت ونحن نتكلم تعادينا. انت في خير؟ ما فيك اي خير. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. والله دي خصومة، نحن على يقين تم انه بنقف قدام الله والناس اللي بيقفوا معانا بنخاصمهم قدام هناك. يا الله ده البرعي عبدك ده نادى العباد ينادوا عبادك، نخاصمه كده قدام، انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم شنو تختصمون. انت بعدين اقف في صف المرعي، اقف في غادي وقول له يا الله نحن نازل عاديناهم لانه قالوا ينادوك براك، نحن ما دارين ينادوك براك، عادينا بعدين. صفحه 40 ل 44، أنا بس بديك 4 كرامات وعشان تاني أي زول يقول لك بيتكلموا في الناس ديل دي كتبهم. ده البرعي هذه صورته، ده المكاشف هذا مكاشف، ده عينه دي مطفية دي، أيوه ده براقي ده عينه عديل كده. ووعدت تقول لي عينه ماله، الرسول قال الدجال عينه. بعدين ديل دراويش هذيل قاعدين يضحكوا، هذيل وديل دراويش دارين يبكوا كلهم، اضحك وابكى كله. وده حجاب على اللي صغير جدعوا برا، وصلته الكهرباء جدعوا، شكرا له برضه تاب الى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله وده ورق يا ابو وسطى اخذ تحت الكاميرا. ابو امنه دي ماشيه تمام، العيش بيرقد تب، ابشروا ان شاء الله. والله والله الذي لا اله غيره، شفت توحيد انتشر، عيش بيرقد، بنزين بيرقد، امورك بتجي الان. والله قال كذا في القران، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وديل يا هو سبب الغلا، ما مصدقنا شرك ده سبب الغلا. هسه انا بقراين لك سبب الغلا، ما قريت في القران؟ الزول اللي كان عنده بستانين في القران، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما شنو جنتين ما بستانين، يعني الزول ده لما جنتيه وديل اتهلكا عمل شنو؟ اصبح يقلب كفيه. الله جاب لك عديل كان زول ده طقطق عديل، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني. السبب شنو؟ انت قال يا ليتني فتحت لها المويه، انت قال مشكلتها مويه بستان ده مشكلته شنو؟ يا ليتني لم اشرك بربي احد. ده يا هو شفت سبب الغلا الشرك ده، لو بلدنا دي كل يوم قبه جديده بانينا يا عزابه ما لاقين يتزوجوا يتلموا، قاعدين يبكوا في الشوارع عزابه، لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم اوك جاي الجراح، يبكوا وناس ماتوا يبنوا لهم، عزابه ما لاقين يتزوجوا يبنوا للاموات، معقوله يا اخي؟ طيب صفحه 40 قال دبر القوم، قال يحضر مريده، ده الشيخ يحضر مريده في النزع والكبير
يعني الشيخ بيجي لمريده في النزع، النزع ده متين؟ لحظة الموت. الشيخ بيجيك لحظة الموت. والجبير في القبر الشيخ برضو بيجيك. للحجة يلجن بأحسن التعبير، قال الشيخ في القبر بلجنك بأحسن التعبير. أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب قال وليه يؤانس في الوحدة والشبير، الشيخ بأنسك وين؟ في الوحدة والشبير، ده ما كذب. ولقد جئتمونا فرادا، فرادا دي كيف؟ فرادا براك تمشي لي الله، اوعك تتورط تمسك لك في شيخ بفرتك منك بعدين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إتى عزل من الخمسة ديل، إتى عزل من أخوه، إتى عزل الفقي من أمه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وزول يوم القيامة كرعة ما بتشيله، هو من الخوف يوم القيامة زول كرعة ما بتشيله. الله جاب الكلام بالقرآن، قال وترى كل أمة جاثية، رب اقعوا على الركب من الخوف. تقول لي يحاجج عنك؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا نصدق القرآن ولا نصدق ذيل؟ طيب مشى قدام، قال في كرامة للفقيه. الكرامة دي شنو؟ قال في مصر تجزأ للأربعين أحد. قال الشيخ في مصر من نفر بقى أربعين، وده ما شرحنا نحن، كتب عليه رقم عشرة في صفحة 41. تعال شوف رقم عشرة هنا في الفهرس جايب الكرامة. طيب قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي، ده زول اسمه علي الصعيدي، قال لما دخل سيدي الشيخ ده أحمد الطيب البشير قال رضي الله عنه بلادنا في مصر، في مصر وافق دخوله شهر رمضان، دخل فيه شهر رمضان، قال فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجلا من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. يعني الشيخ مشى مصر، مصر ودخل في شهر رمضان، وفي يوم واحد قريب أربعين، قال نحو أربعين من تلامذتي، أي واحد بيقول للشيخ الليلة تفطر معاي، الليلة دي تفطر معاي، وده بلاقيه في زقاق، ده بلاقيه في شارع تاني، ما في واحد فيهم عارف إنه دعا الشيخ. يبقى دعوكم نحو أربعين، مش مفروض يعتذر لتسعة وثلاثين ويمش لواحد؟ قال لهم جد بجيكم في يوم واحد. وكان وزعهم في كم يوم ذات رمضان؟ كم يوم؟ مش ثلاثين وندال أربعين. قال لهم بجيكم جد الليلة دي. شوف الزول ده جاسف كيف. قال وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الله. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار، جاء وقت الإفطار، تطور الشيخ على عدد تلامذته. الشيخ تطور من واحد لكم؟ أربعين. قال تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم. عشان كده قال لك في مصر تجزأ للأربعين أحد، من فكي واحد ابتلى واحد بقوا أربعين ابتلى. والله الذي لا إله غيره، سيدي حلوه كيف؟ أنت بتتطور. وصحابة يوم بدر
ما تطوروا. صحابة يوم بدر 300 بغادي 1000، ما تطوروا بيقوا من 300 ضربها في 40، والله الذي لا إله غيره. انت تتطور